بنتكلم على ملف منتخبنا، اكيد ملف مهم جدا جدا، وبرضه هناخد طبعا وجهة نظرك الفنية في مشوار تمام. النادي الاهلي على المستوى الافريقي. خلينا نبدأ مع منتخب مصر. نبدأ يمكن في بعض يعني على السوشيال ميديا وبعض الانتقادات على اداء المنتخب في مباراة كينيا اللي فاتت. كابتن حسام البدري، ايه اللي يهمه في مباراة بكرة، مباراة جزر القمر بكرة؟ احنا تأهلنا خلاص، تمام. ايه اللي يهم بالضروري انه اللي يهم الكابتن حسام البدري واللي ينفذه جوه الملعب عشان يستعيد كمان ثقة الجماهير، يستعيد ثقة اللعيبة، ويبقى مشوار كمان التصفيات على مستوى كأس العالم يبقى مؤهل بإذن الله للوصول لكأس العالم. يعني خليني في البداية أقول لحضرتك كابتن حسام البدري تقريبا يا كابتن نهاني في 2019 جمع المنتخب تقريبا 12 يوم. أيوه. وتقريبا في 2020 جمعهم 8 أيام. يعني كده 20 يوم. وفي 2021 يعني بالمباراتين دول هيبقى 7 أيام. يعني كل اللي اتجمع فيهم منتخب مصر 27 يوم. فاعتقد حتى الكابتن حسام بدري قال تصريح قبل المباراه، قبل مباراه كينيا، لو تاهلنا ما اسعفوش. لا، قال لو تاهلنا تصريح، يعني انا يعني انا كمدرب يعني لغايه دلوقتي مش فاهم. قال لو تاهلنا هرجع المحترفين تاني، مش عايزهم وهجرب. لا يعني بيتكلم على مباراه كينيا، لو تاهلنا من نيروبي خلاص تمام. وده كلام مش مظبوط يا كابتن، لان مفيش فرصه تانية لتجمع المنتخب قبل تصفيات كاس العالم. حتى لو وصلنا، انت حضرتك دلوقتي يعني انا حتى الفقره اللي قبل كده سمع حضرتك مع الدكتور احمد بيقول هنجرب ومش هنجرب. لا، مفيش اي فرصه تانية يا كابتن لتجمع المنتخب. كانت فرصه كبيره جدا ان احنا بندور دلوقتي، واحد اهم اسباب الاداء ده عدم الانسجام. عدم الانسجام، اللعيبه تقريبا ما بتشوفش بعض خالص. فدي كانت فرصه كويسه جدا ان انا احافظ على القوام الاساسي للمنتخب، وان انا العب بيه المباراتين دول، لان انا ما عنديش، لو حضرتك بصيت كده في الاجنده الدوليه، شهر 6 عندنا اول مباراه بتصفيات كاس العالم، اول مباراه تجمع على مباراه على طول. يعني مفيش ولا اعداد ولا مباريات وديه. فاعتقد ده يعني كان لازم يكمل بالقوام الاساسي للمنتخب، لازم يكمل بيه، لان ما عنديش فرصه تانية. ذكرت الانسجام يا كابتن جودو، عايز اخد رايك في الموضوع ده. هل المنتخبات يأثر بالنسبة لها موضوع الانسجام؟ يعني الانسجام دوت يعني فكرة مؤثرة في المنتخبات زي الأندية بالظبط، ولا لا مش بتفرق كتير؟ لا طبعا المفروض طبعا، يعني حتى اللعيبة المحترفة بتلعب في مستوى عالي جدا. طبيعي جدا يعني بالاتحاد الدولي وكده بتيجي قبلها بثلاث أيام، طبيعي جدا اللعيبة محترفة بتنسجم في أي أجواء. ولكن أنا بتكلم القوام، أغلب القوام الرئيسي للمنتخب لعيبة محلية. فزي ما احنا بنقول دلوقتي كابتن حسام بدري داخل بقاله تقريبا سنتين، بقول لحضرتك ما تجمعش غير حاجه و20 يوم. نعم. انت يعني حضرتك متخيله يعني فتره قليله جدا جدا، وهو يمكن قال يعني شهر واحد. من اللي اثروا اصلا، من اسباب يعني احد الاسباب اللي اثرت عليه هو عدم تجمع اللعيبه في يعني في وقت كافي. ليه وجهه نظر مختلفه؟ انا متهيالي المنتخبات، على مستوى المنتخبات، انت ما عندكش الوقت والاجنده الدوليه اللي تسمح لك انك تجمع اللعيبه لفترات طويله غير قبل البطولات. وبصراحه مستوى اللعيبه المحترفه في الفتره الاخيره، وطبيعي جدا انك بتجيب اللعيب المحترف بيقعد يومين مع المنتخب ويلعب مباراه اليوم الثالث او الرابع وكذا، يعني ده على مستوى العالم كله. حضرتك يعني ما تنساش ان ضغط الموسمين على بعض بسبب برضو جائحه كورونا وكده، ده سبب رئيسي، لان كان بيبقى عنده فرصه بين صحيح. الموسم ده والموسم ده، يعني هو بيقابل ظروف صعبه جدا. انا بقول لحضرتك، تخيل حضرتك مدرب منتخب كابتن هاني 20 يوم حضرتك بالظبط، 20 يوم تقريبا في سنتين او سنه ونص، فدي رقم قليل جدا. فعشان كده يعني كنت اتمنى ان بكره يبقى القوام برضو الاساسي. يعني انا تقريبا احمد حجازي رجع السعوديه تقريبا، ما فيش غير احمد حجازي هو اللي رجع، لكن كل المحترفين موجودين. يعني يمكن برضو سامع حضرتك برضو بالنسبه للاراء ان ممكن العب حد مكان تريزيجيه، العب حد مكان مصطفى محمد. لا، الكلام ده مش مظبوط، لان انا المباراه القادمه على طول تصفيات كاس العالم، وبرضه يا كابتن اكيد هيجوا قبليها ب 72 ساعه. أيوة. فاعتقد مش هيبقى في فرصه خالص، فدي من احد اسباب ظهور برضه المنتخب. يعني برضه يعني انت من وجهه نظرك يا محمد انه بكره يبدا بالقوه الضربه، مفيش وقت انه يشوف لعيبه، يشتغل على المجموعه اللي بيفكر انها دي الفرقه اللي كمان هلعب بيها مشوار تصفيات كاس العالم. مش عشان مباراه بكره يا كابتن، علشان مباراه تصفيات كاس العالم. أوكي. وحضرتك عارف اهميه الوصول لكاس العالم بالنسبه لينا كلنا كمصريين. يعني يمكن كاس الامم الوصول ليه، يعني كابتن حسام خرج قال حققنا الهدف، يمكن حققنا الهدف، دي حاجه بالنسبه لي انا واحد من الجمهور، بالنسبه لحضرتك حاجه عاديه ان انا اوصل لبطوله كاس الامم. بالعكس، احنا الحصول عليها
هو الهدف طبعا. ولكن الوصول لكاس العالم دي من اهم صحيح. من اهم الاهداف، واعتقد ان ما عندوش وقت تاني وما عندوش تجمع تاني، فكان لازم يكمل بالقوام الاساسي. حبيت ابدا بدي برضو ادي له حقه ان الفترات قليله جدا اللي اشتغلها قليله جدا، فدي اثرت طبعا. ما فيش يعني لو اتكلمنا فنان ما فيش اي شخصيه للمنتخب خالص، ما فيش اي جمل تكتيكيه، ما فيش في حتى واجبات، يعني واجبات مطلوبه حتى من واحد من احسن لاعبي العالم محمد صلاح اللي هي برضو المسانده الدفاعيه. ما في حاجات كتير جدا لما نبتدي نتكلم او لو حضرتك حابب.